كما نشاهد تمريرة على المقاس ناحية بالقاسمي لم يحسن التعامل مع هذه الكرة مع هذه اللقطة التي كانت سانحة لشباب قسنطينة والذي كان قريبا من فتح مجال التهديف في الدقائق الأولى. ثم بالعيادة مرة أخرى بالرأس تصل لعبيد في وضعية جيدة، فرصة لعبيد ولشباب قسنطينة لفتح مجال التهديف. ثالث أخطر أو ثاني أخطر فرصة من جانب شباب قسنطينة هذه المرة عن طريق عبيد، كان في وضعية جيدة وصلت الكرة من رفيقه من بالقاسمي، روض الكرة والتمريرة والتسديدة كانت ممتازة. ترجع مرة أخرى لعناصر شباب بالوزداد في وسط الميدان، انطلاقة ضاعت، ترجع شباب بالوزداد، برنان هل سيسد؟ بالفعل برنان، ممتازة التسديدة هذه والحارس رحماني بصعوبة. أول تسديدة من جانب عناصر فريق شباب بلوزداد، هاول أمامنا اللقطة والتسديدة والتصويبة، الارتكاز على اليسرى والتسديدة باليمنى قوية جدا، ورحماني شمس الدين يتألق في إبعادها إلى الركنية. أول كرة وأول خطورة من جانب فريق شباب بلوزداد، الكرة إلى الركنية، الكرة يتركها بالخير لصالحي، يرفع رأسي يتمن المدافع، والهدف الأول من بالقاسمي، يتمكن من فتح مجال التهديف بعد خطأ في المراقبة ومن كرة ثابتة تصل لبالقاسمي، وفرحة بالقاسمي بتسجيل الهدف الأول لفريقه وفتح مجال التهديف قبل نهاية المرحلة الأولى بعشر دقائق. بالقاسمي يسجل الهدف الوحيد في محاولة ممتازة، ما فيش وضعية تسجيل، ربما الهدف الثاني، يتألق في صد هذه الكرة من أمام كاكومبيغا بعد تمريرة رائعة، كاكومبيغا ينفرد وجه لوجه بالحارس مزيان، سنشاهد في وضعية جيدة، ضرب الكرة بالقوة اللازمة والمطلوبة، يوزع الكرة ناحية رفيقه يلحق عليها بالقاسمي، سريع جدا يدخل منطقة العملية بالقاسمي، ممتازة من القاسم وتألق الحارس وعودة موفقة للدفاع في الأخير من أجل التغطية من الساخ أمام صالحي، والتوزيع في القائم الثاني الرأسية، ورحماني بصعوبة إلى الركنية، وكانت له فرص لتعديل النتيجة ثم الانطلاقة. هذه اللقطة خطيرة 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 خطيرة، وتدخل الدفاع، التمريرة من بالقاسمي قام بالعمل ولكن تفطن المدافع شباب بلوزداد هو الذي أبعد الكرة قبل أن تصل لكاكومبيغا. ما فيش وضعية تسلل، التسديدة القوية، وفرصة أمام شباب الوجداد، الحكم يقول فيه خطأ، يقول فيه لمس الكرة باليد، تعبير التسديدة هل ستكون مباشرة صوب المرمى؟ ممتازة، هدف التعادل من جرار، كرة مرتدة من الحارس الرحماني شمس الدين في انتظارها، جرار يتمكن عادل من تعديل النتيجة، وفرحة كبيرة لأنصار شباب بلوزداد بمدرجات ملعب الشهيد حملاوي، من كرة ثابتة منفذة بدقة متناهية، بشو يتألق الحارس الرحماني، المتابعة من جرار عادل، وهدف التعديل كان منتظر. بالقاسمي، نعم بالفعل بالقاسمي، وراء كل المحاولات الهجومية الخطيرة تنفذ الركنية بسرعة، تبقى لشباب قسنطينة الكرة، ومزيان الياس يتألق